صمت رمضان وانا عندي الدوره. التعليق ده بيجي لي من بنات في فتره المراهقه او بنات في فتره الجامعه، ان بسبب الكسوف والخجل اللي بيكون فيه البنات في شهر رمضان الكريم وبتجينا الدوره الشهريه. الدوره الشهريه بتيجي لكل البنات وكل النساء. البنات الصغيره بتتكسف انها يعني ايه قدام بابا او اخواتي ان انا اشرب او اكل. البنت تنزل الجامعه وتكون عليها الدورة الشهرية أو العادة الشهرية وأكنها صايمة عادي في رمضان. أنا ما قلتلكيش كلي قدام الناس، لكن يا حبيبتي الدورة الشهرية في وقت الدورة الشهرية جسمك بيكون ضعيف، مناعتك بتكون ضعيفة، في سوائل بتنزل من جسمك، فده لازم تعوضيه. أنت بتعبدي ربنا إن أنت بتفطري، بتعبدي ربنا إن أنت ما بتصوميش أيام الدورة الشهرية، لأن ربنا دي حاجة كتبها عليكي وربنا عالم ضعف المرأة في وقت الحيض. فنصيحة مني لكل البنات الصغيرة، البنات اللي نازلة الجامعة، حتى البنات اللي رايحة الشغل، يعني كلي قبل ما تنزلي. احنا طبعا اكيد مش هناكل قصاد الناس او هنقول للناس انا عندي الدورة الشهرية وباكل او بشرب، لكن قبل ما تنزلي المدرسة او قبل ما تروحي الجامعة كلي بلح، اشربي عصير، كلي فاكهة، سندوتش مع كوباية شاي بلبن، لان انت وقت الدورة بتكوني ضعيفة، ممكن تدوخي، بيحصل لك هبوط. فحضرتك لان وقت الدورة ده بيكون جسمنا ضعيف، ضغطنا بيبقى واطي، بيبقى يعني طبيعة جسمنا غير باقي الايام العادية. فحضرتك حتى واحنا في شهر رمضان وحضرتك بتفطري الايام اللي فيها الدورة الشهرية لازم ان انت تفطري، ما ينفعش تقولي ايه انا حتى ايام الدورة بفضل صايمة. انت حضرتك بتفقدي سوائل من جسمك، طبيعة جسمك بتبقي عطشانة، يعني ازيد بقى عشان كمان الدم اللي بينزل وقت الدورة الشهرية، خصوصا كمان مثلا النساء اللي بتبقى مركبة وسيله منع حمل زي اللولب، الدم الدوره الشهريه بينزل غزير اكتر، فبيبقى عامل ضعف، بيبقى عامل انيميا. فلازم بقى بتاخدي فيتامينات، بتاخدي حديد، بتزودي اكل البلح، العسل، الحاجات دي كلها. فما ينفعش ان انا اقول عشان في رمضان والناس حواليا صايمه، احنا يعني ممكن نبقى ناكل واحنا متسترين كده نشرب من غير ما حد ياخد ايه باله، حتى يعني زوجك او اولادك هيبقوا عارفين ماما في الوقت ده مثلا عندها كذا. لو انت عندك اولاد ذكور زوجك بيبقى متفهم، البنات بيبقى اكيد ماما مفهمه الاولاد او اخواتك الصبيان. احنا في فتره معينه يا اولاد بتبقى الست في حاله ضعف عندها الحيضه او العاده الشهريه فبنعمل كذا، لكن ما ينفعش ان انت تنزلي تروحي المدرسه او الجامعه او الشغل، خصوصا اول 3 ايام من الدوره الشهريه من غير ما تاكلي او تشربي حاجه او تبقي مقويه نفسك، عشان الفتره بتاعه الدوره دي بيبقى جسمنا ضعيف. فاحنا بنطيع ربنا اننا بنصوم وبنطيع ربنا اننا بنفطر في وقت الدورة الشهرية، يعني ايه سمعنا وأطعنا، ودي طاعة وبتاخدي ثواب. انت على فكرة البنت وقت الدورة وبتفطري انت بتاخدي نفس ثواب الصايمة، لان دي حاجة ربنا هو اللي كتبها علينا.